نوجه شكر خاص للمؤسسة الخيرية ريتا وبالأخص المسؤولة والمديرة لالا مريم على الدعم ديالها للفقراء المحتاجين في البوادي. وحنا توصلنا بهاد الكوفاف ديال رمضان إن شاء الله كما كتشوفوا الحمد لله غيتم التوزيع ديالهم الآن اليوم وغدا على ذوي الحاجة الناس اللي ما عندهمش باش الله نوفروا لهم إن شاء الله رمزي رمضان المتبقي. وكنوجهوا الشكر لجميع المسؤولين والمحسنين اللي ساهموا واللي عاونوا في هذه البادرة الحسنة. وحنا بدورنا راه حنا كنقوموا بواحد بان هذا الشيء وصل لجميع الدواوير اللي مسجلين عندنا هنايا كلهم مسجلين بنيميرو لاكارت ديالهم والعناوين ديالهم والحالة العائلية ديالهم والرقم الهاتف ديالهم. وإلا بغات المؤسسة تواصل معاهم أو لا تولي واحد البادرة ديال توصلهم الفلوس لعندهم ديريكت عبر الهاتف يتصلوا بهم ويسافروا لهم عبر الوكالات البنكية ما كرهناش. وكنوجه لهم الشكر الجزيل وبالأخص مريم المسؤولة وشكرا لكم.